هنتكلم شويه عن كاس الامم الافريقيه اللي هتبدا يوم الجمعه ان شاء الله، مشاركات كبيره لعدد من اللاعبين الافارقه مع المنتخبات اللي هتتنافس ان شاء الله على لقب البطوله. ان شاء الله يكون الفوز من نصيب منتخبنا الوطني منتخب مصر، ويكون هو الافضل على الاطلاق ويستطيع ان يصل للمباراه الختاميه او مباراه نهائي هذه البطوله ويحصد اللقب ويسعد جماهير مصر، خاصه وان عنده ميزه الارض والجمهور واستضافتنا لهذا الحدث الكبير رغم قناعتنا جميعا. ارجع مع حضراتكم للخبر السابق، معانا على الهاتف الأستاذ عبد الرحمن ناجي المنسق الإعلامي للجنة العليا للجان في النادي الأهلي. أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك وسعداء بمشاركتك معانا. أهلا بيك يا أستاذ محمد، طبعا وأنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الحدث اللي هيقام غدا إن شاء الله على صالة الأمير عبد الله الفيصل واللي بيستضيفه وينظمه النادي الأهلي، وهذا الهدف من هذه الاحتفالية. هو طبعا الهدف ده في الدور المجتمعي اللي بيقدمه النادي الاهلي، انت عارف طبعا المسؤوليه المجتمعيه الكبيره اللي على النادي الاهلي. يمكن سبق الايفنت ده ايفنتات كتير جدا قبل كده، منها مثلا تعاون تم مع اليونيسيف وكان برضه للاطفال في حمله ضد التنمر. كان في حاجات قبل كده مع مستشفى بهيه لمقاومه سرطان الثدي. كان في حاجات كتير جدا، يمكن الايفنت ده مختلف شويه لان هو بيستهدف الاطفال الايتام. طبعا اكثر شيء يجذب الاطفال الايتام هي كره القدم، خصوصا ان كرة القدم كمان من الرياضات اللي معظم النجوم فيها ناس من الاصل البسيط، ناس بسطاء، يعني كل اللعيبه العالميين الكبار اللي وصلوا العالميه اغلبهم بسيطه. فطبعا لما يبقى في مؤسسه زي ساتوك تدعم الاطفال الايتام وبتعمل لهم دوري للايتام وكاس عالم للايتام، فده شيء جميل جدا. وفي كمان اطفال كتير تعبت فعلا بالفعل في انديه كتير، يعني في منهم اطفال احنا تابعنا منهم اطفال كتير لعبت في انديه في الدوري المصري، وفي ناس لعبت في اوروبا كمان منهم من خلال كاس العالم للايتام. استاذ عبد الرحمن، احنا بنتكلم عن 200 طفل سوري مشارك في هذا الحدث. 100 طفل مصري و100 طفل سوري، باجمالي 200 طفل مشاركين في هذه التصفيات. مظبوط. طيب يعني ده كمان اعتقد انه جه في توقيت مهم جدا للرد على اي امور خارجه عن اللي احنا متفقين عليه كمصريين، ان احنا اشقائنا السوريين في الازمات اللي بتمر ببلدهم في الفتره اللي فاتت هم في وطنهم في بلدهم الثاني مصر، وانهم مرحب بيهم بلا حدود هنا في مصر. واعتقد ان النادي الاهلي له دور كبير باستضافه هذه الاحتفاليه في التاكيد على هذا المعنى اللي كلنا متفقين عليه. يمكن حضرتك فتحت شيء مهم جدا وموضوع مهم جدا، لان الاطفال السوريين المشاركين في الايفنت بتاع بكره مش بس ايتام، ده هم كمان من اللاجئين السوريين، اخواتنا طبعا في الوطن اللي مرحب بيهم داخل النادي الاهلي في اي وقت. يمكن مؤسسه صادق لما جت اتكلمت مع النادي الاهلي قالت ان احنا عاملين دوري كاس العالم للايتام المره دي مش بس للايتام، لا ده كمان اللاجئين من السوريين، يعني هم عملوا زي اكسبشن كده للسوريين اللاجئين عشان الظروف اللي هم بيمروا بيها يبقى أكيد. اي نوع من انواع السعاده للاطفال السوريين. فطبعا النادي الاهلي يرحب بحاجه زي كده طبعا في اي وقت. ساتوك من المؤسسات اللي مرحب بيها في النادي الاهلي، لان الهدف بتاعها هدف رائع جدا، هدف يشرف اي حد ان هو يتعامل معاهم طبعا. فلما اتعرض الموضوع على النادي الاهلي كان في تعاون من اول يوم هم طرحوا فيه فكره. ساتوك قدمت اطفال ايتام لدوريات اوروبيه كتير وللدوري المحلي، فطبعا هتقدم كمان اطفال المره دي سوريين من اللاجئين. واحنا هنا يا استاذ عبد الرحمن كلامك مهم جدا، وبنضيف له او بناكد للساده المشاهدين ان ساتوك مؤسسه عمل خيري وتطوعي ولا تهدف على الاطلاق للربح. مظبوط، هم مؤسسه لا تهدف للربح. ويمكن شيخ قال ثاني من الشخصيات اللي بتسعى دايما لان هي تبقى مؤثره في المجتمع من خلال نشاط رياضي، وهي اختارت النشاط الرياضي لان دي اكتر حاجه تقدر تجذب منها الناس كنسبه مشاهده عشان تساعد الاطفال دي، وكمان كجذب الاطفال دول كمان في نفس الوقت. طيب استاذ عبد الرحمن، واضح من كلامك ومما اتفقتم عليه داخل اداره اللجان في النادي الاهلي وبالتنسيق مع العميد مرجان المدير التنفيذي ان في رؤيه واستراتيجيه عمل وضعها مجلس الاداره بكامل نجومه واعضائه بقياده الكابتن محمود الخطيب، انه النادي الاهلي دائما ابدا حابب يكون له دور مجتمعي ولا يعني يتردد اطلاقا في اي قضيه مجتمعيه ممكن يخدم فيها المجتمع المصري او اي قضايا مجتمعيه مصر بتحرص على المشاركه فيها. استاذ محمد، يمكن المسؤوليه المجتمعيه اللي على النادي الاهلي وعلى ان النادي الاهلي اداها للجنه العليا او حمل اللجنه العليا مسؤوليتها، يمكن الحاج الاستاذ محمد يوسف رئيس اللجنه العليا للجان من اول يوم قال لنا ان كل لجنه من اللجان لازم يكون ليها دور مجتمعي، مش بس لجنه الشباب. البنت ده لجنه الشباب، لكن قبل كده كان لجنه المراه ليها مسؤوليه مجتمعيه، قبل كده كان لجنه الطفل ليها مسؤوليه مجتمعيه. يعني لو حضرتك
بصيت للايفنتات اللي عملها النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها هتلاقي على مدار كل مثلا شهرين في ايفنت خيري ومجتمعي. لو حضرتك بصيت الايفنت اللي حضره السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي من حوالي 3 شهور كان ماراثون دراجات خاص بشراكه بين النادي الاهلي ومؤسسه اليونيسيف الخيريه ايضا، كان الهدف منه هو حتى ضد التنمر ضد الاطفال، كان هدف خيري. مثلا قبل رمضان على طول مفيش باسابيع كان في مستشفى بهيه كان هدف خيري على طول اللجنه، وده كان من خلال لجنه المراه، يعني كان اكثر من لجنه شاركت، لجنه الطفل شاركت، لجنه المراه شاركت، فالاستاذ محمد يوسف بيؤكد ان اللجنه العليا وكل اللجان لازم يبقى ليها دور مجتمعي، وده تعليمات طبعا من مجلس اداره النادي الاهلي بشكل مستمر، هم عايزين ان اعضاء النادي الاهلي يكون ليهم دور مؤثر في المجتمع من خلال المسؤوليه المجتمعيه اللي بيطرحوها لي. عظيم، كلام جميل جدا ويليق ويتفق مع المتعارف عليه دائما ابدا عن قيمه وعن حجم اعطاء النادي الاهلي حتى خارج او بعيدا عن عالم الرياضه وكره القدم، ولكن في النشاط في مصر والنشاط المجتمعي المصري بشكل عام. اخيرا استاذ عبد الرحمن ناجي، اتفضل اتفضل. اسم النادي الاهلي او لوجو النادي الاهلي لما بتحط في اي حاجه بيضيف ليها كتير، فاحنا بنحاول نستغل الاسم الكبير والتاريخ الكبير للنادي الاهلي في ان احنا نضيف للمؤسسات الخيريه دي، وده برضه دور مجتمع كبير. لما تضيف اسم النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي وقيمته وجماهيريته لمؤسسات زي المؤسسات اللي احنا قلنا اسمها دي كلها، ساتوك حتى 57 قبل كده، لمؤسسات كتير جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي كان في تعاون خيري بينها وبين النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي وقيمته لما تضاف لمؤسسه زي دي او المؤسسات اللي احنا قلنا امثله ليهم، يعني ده شيء مشرف للمؤسسه وللنادي الاهلي وقيمه خيريه بيشجع اعضاء النادي الاهلي حتى فيما بعد بره النادي الاهلي ان هم يبقوا ليهم دور مجتمعي من خلال ان هم يعرفوا كمان مؤسسات خيريه كتير، يبقوا شاركوا قبل كده في ايفنتات خيريه كتير من خلال النادي. اكيد، يعني كلامك بيتفق يا استاذ عبد الرحمن تماما مع تصريحات شيخ ال ثاني في حوار سابق تحديدا يوم او مساء السبت الماضي على شاشه قناه الاهلي، اللي قالت فيه نفس المعنى، قالت انها بتشكر او وجهت كل الشكر للنادي الاهلي وتقديرها لهذه الشراكه وهذا التنسيق والتعاون بين مؤسسه ساتوك وبين النادي الاهلي بقيمته وتاريخه وحجم شعبيته واسمه طبعا وتاريخه الكبير جدا، وقالت ان هذا الامر او شراكه النادي الاهلي ووجودها في هذا الحدث ومشاركتها في تنظيم واستضافه هذه الاحتفاليه بيمنح ثقه كبيره لهذا الحدث وثقل كبير وقيمه كبيره لهذا الحدث. عايز اختتم حواري معاك يا استاذ عبد الرحمن ببعض التفاصيل اللي حابب تقولها للساده المشاهدين عن برنامج الحفل بكره او هذه التصفيات من البدايه للنهايه ان شاء الله. يمكن احنا بكره هيكون في نجوم كتير جدا عالميين زي نونو غوميز، كابتن عزيز بودربالا، هيش تييجو روبيرو، ناس كتير جدا هتبقى موجوده جدا، وطبعا مش عايز انسى من المصريين، مرحب بكتير من النجوم بكره داخل النادي الاهلي. لكن الحدث هيبقى فيه مباراه خيريه، ودي من المفاجات بتاعت بكره، مباراة خيرية بين نجوم العالم وبين النجوم المصريين. هتبقى مدتها حوالي تقريبا ثلث ساعة، 10 دقايق و10 دقايق كل شوط. هيشارك فيها هيتفرج عليها الأطفال الموجودين بكرة. وكمان هيكون ومين من النجوم المصريين مشارك في المباراة دي؟ يعني ذكرت لنا بعض أسماء نجوم العالم المشاركين، نجوم من أوروبا ومن العالم العربي هيشاركوا في الفريق اللي هيمثل نجوم العالم، مين من نجوم مصر هيشارك في الحدث؟ كتير جدا من امثله الكابتن خالد بيبو، كابتن زكريا ناصف، كابتن حسن شحاته، كابتن طارق يحيى، ناس كتير جدا ومختلف الانديه على فكره يعني. عظيم. فهيبقى في احتفاليه جميله جدا وكبيره جدا، وبعد كده هنتفرج على دوري ساتوك المؤهل كاس العالم للايتام اللي هيبقى بين الاطفال كلهم، حتى مش هيبقى في تفرقه بين الاطفال المصريين والاطفال السوريين، احنا في النهايه بنسعى لدمج المجتمع بالاطفال دول او دمج الاطفال دول في المجتمع، وهي دي رساله من السيد صادق ان النادي الاهلي بيساعد فيها الحقيقه. والحفل هيبدا تماما عشان كل اللي بيسمع تصريحاتك دلوقتي يا استاذ عبد الرحمن وحابب يتابع الحدث ان شاء الله بكره من بدايته، او يكون متواجد للحضور في او داخل صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي في الجزيره، من الساعه كام؟ وطبعا من اعضاء الجمعيه العموميه ومن ضيوف النادي الاهلي كل من يرغب في المشاركه وفي التواجد في هذه الاحتفاليه لها معنى وقيمه كبيره جدا وتليق طبعا بالنادي الاهلي، وبنشكر عليها كمان الجهد المبذول عن طريق مؤسسه ساتوك وهذا العمل الخيري، طبعا كل الشكر للقائمين عليه ولحجم البذل والعطاء والانفاق كمان في هذه الانشطه الخيريه والتطوعيه. هتبدا ترتيبات الحفل او تفاصيله من الساعه كام الافتتاح وصولا لنهايه برنامج الحفل غدا ان شاء الله، ينتهي امتى؟ الحفل هيبدا ان شاء الله في الساعه 3 ظهرا ان شاء الله عصرا، اسف. هيكون المباراه الخيريه الساعه 3،
وبعد كده هنقعد فتره في التصفيات بتاعه الاولاد دي عشان كمان النجوم هيتفرجوا عليهم وهيشجعوهم، كل النجوم اللي هيكونوا موجودين في اليوم ده. وبعد كده هيكون في مؤتمر صحفي الساعه 7 ان شاء الله. المؤتمر الصحفي ده هيشارك فيه جزء من اعضاء مجلس الاداره والنجوم اللي موجودين معانا. إن شاء الله تكونوا موفقين ويخرج الحفل بالشكل اللائق يحقق الهدف منه طبعا والقيمة والمعنى الكبير من هذا المجهود المبذول غدا إن شاء الله داخل النادي الأهلي، وتتكرر هذه المناسبات ويتكرر فيها طبعا عطاء ودور النادي الأهلي وقيمته ووعيه بأهمية مشاركته في هذه الأحداث المهمة والقيمة الإنسانية كمان الموجودة فيها. بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا أستاذ عبد الرحمن ناجي المنسق الإعلامي لإدارة شؤون اللجان في النادي الأهلي، شكرا جزيلا لك.